بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الابتدائي بمدرسة دوحة المعرفة الخاصة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الحلقة الماضية عن نص حذاري يا صغيري، وقبل أن نكمل ما بدأناه تعالوا معي يا أطفالي أولا نجيب على هذا السؤال. السؤال يقول: كتبت الأم لأطفالها قائمة. الأم كتبت لأطفالها قائمة بماذا؟ ما الذي كتب في هذه القائمة؟ هل كتب فيها أغراض أو أشياء يجب شراؤها؟ أم كتب فيها الأدوات التي يجب استخدامها؟ أم كتب فيها التحذيرات التي يجب الانتباه إليها؟ أم كتب فيها الأطعمة التي يجب تناولها؟ ماذا كتبت الأم في هذه القائمة؟ ماذا كتبت يا أحبائي؟ أحسنتم يا أطفالي، كتبت الأم في هذه القائمة التحذيرات التي يجب الانتباه إليها. أحسنتم، صف ثاني. واليوم يا أحبائي نكمل ما بدأناه سابقا من هذا النص. أطلب منكم فتح الكتاب صفحة 85 وتابعوا معي. سأقوم بالعد من 1 إلى 3. عندما أصل يا أحبائي إلى رقم 3 تكونوا قد فتحتم الكتاب على هذه الصفحة. اتفقنا؟ نبدأ العد: 1 2 3. هل انتهيتم؟ أحسنتم يا أطفالي. فلنبدأ بالعنوان. العنوان يقول: حذاري يا صغيري. ما معنى حذاري؟ ما معنى احذر؟ أنا أقول لك أيها الطالب احذر من أن تفعل ذلك الشيء، أي انتبه ولا تفعلها. إذن احذر بمعنى انتبه ولا تفعل ذلك الشيء لأنه خطر جدا ويؤذينا. أحسنتم. ولكن يا أحبائي أريد أن أسألكم سؤالا: ماذا تسمى هذه العلامة؟ أحسنتم يا أطفالي، إنها علامة تعجب يا معلمتي. فلنبدأ بالفقرة الأولى من النص: كانت أمي حريصة دائما على سلامتنا. إذن الأم ما الذي كانت تحرص عليه؟ كانت تحرص على سلامة أطفالها. كيف كانت تحرص على سلامة أطفالها؟ تعالوا نكمل لنعرف. لا ترانا نلعب أو نركض أو نقوم بعمل من الأعمال إلا وذكرتنا بما وقع لابن جارتنا أو ما وقع لأختي ذات مرة أو ما سمعنا من أخبار بوقوع حادثة هنا أو هناك. واليوم قبل أن نكمل، كيف كانت تحرص الأم على سلامة أطفالها يا أحبائي؟ كانت يا أحبائي كلما تراهم يلعبون كانت دائما تذكرهم بالحوادث التي وقعت لابن جارتهم أو لأختهم أو أي حادثة أخرى، فكانت دائما تذكرهم بهذه الحوادث وتحذرهم من أن ينتبهوا إلى أفعالهم لكي لا يؤذون سلامتهم. نكمل. واليوم لعلها تعبت من كثرة التحذيرنا، من كثرة تحذيرنا. إذن نفهم من هذه الجملة يا أحبائي أن أولادها كانوا دائما ما يرتكبون الأفعال الخطرة التي تؤذيهم
تضر بصحتهم وسلامتهم، فالأم قد تعبت من كثرة التحذير، فماذا قررت الأم؟ تعالوا لنرى. فقررت أن تكتب لنا قائمة بالتحذيرات التي علينا الانتباه إليها. إذا ماذا قررت الأم يا أحبائي عندما تعبت من كثرة تحذير أطفالها؟ قررت، أحسنتم، أن تكتب لهم قائمة تشتمل على جميع الأفعال التي لا يجب أن يفعلها أطفالها. وها هي القائمة اليوم معلقة على باب الثلاجة في المطبخ. إذن أين علقت الأم هذه القائمة؟ أين علقتها يا أحبائي؟ أحسنتم، علقتها على باب الثلاجة في المطبخ. ولكن ما هي الأفعال التي كتبت في هذه القائمة؟ تعالوا لنرى. وهذا ما جاء فيها. لنبدأ بالقائمة ولنرى ما هي الأفعال التي يجب علينا أيضا نحن ألا نفعلها وننتبه إذا فعلناها. الفعل الأول أو التحذير الأول، إذا اتخذت وضعية الوقوف داخل عربة التسوق فستسقط. إذن يا أحبائي، الفعل الأول أو التحذير الأول التي كتبته الأم لأطفالها أنه لا يصح أن نقف على عربة التسوق، لأن ذلك من الممكن أن يؤدي إلى سقوطنا وبالتالي نؤذي أنفسنا. أحسنتم، لننتقل إلى التحذير الثاني، إذا لعبنا بالحنفية عند استحمامنا فإن الماء الساخن يمكن أن يصيبنا بالحروق. إذن يا أحبائي، الفعل الثاني الذي لا يجب علينا أن نفعله، لا نلعب بالحنفية لأن ذلك الماء الساخن من الممكن أن يؤذينا ويصيبنا بالحروق. الفعل الثالث، لا تقفز أبدا فوق الأريكة لأنه من الممكن أن تسقط أرضا. إذن يا أحبائي، لا يجوز أن نقفز فوق الأريكة أو الكرسي أو المقعد لأن ذلك يؤدي إلى سقوطنا أرضا. حذاري الركض بالقرب من حوض السباحة فقد تنزلق وتسقط فيه. إذن بالنسبة لأحواض السباحة يا أحبائي، لا نجري بالقرب منها لأنه من الممكن أن ننزلق بسبب الماء ونسقط في ذلك الحوض وبالتالي نؤذي أنفسنا. حشو فمنا بالكثير من الطعام يمكن أن يؤدي إلى اختناقنا. إذن يا أحبائي، عندما نأكل نريد أن نأكل الطعام، لا نملأ فمنا بالكثير من ذلك الطعام لأن ذلك يا أحبائي خطر جدا ومن الممكن أن يؤدي إلى الاختناق. أختنق ولا أستطيع التنفس بسبب أنني وضعت الكثير من الطعام في فمي. إن محاولة اللعب على السلم يمكن أن يؤدي إلى سقوطنا. إذن يا أحبائي، اللعب على السلم ذلك خطر جدا ولا نفعله. إدخال الأصابع في المفاتيح الكهربائية يمكن أن يكون خطيرا ومضرا. إذن يا أحبائي، لا ندخل أصابعنا في المفاتيح الكهربائية لأن ذلك خطر ويؤذينا. ننتقل إلى الفقرة الأخرى، اللعب بالعصي يمكن أن تكون عاقبته وخيمة. إذن لا يصح يا أطفالي أن نلعب بالعصا لأن ذلك عاقبته ونهايته ستكون